السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنتكلم على الـ V-Ray والرندر اللي موجود جواه. طيب أول حاجة هتشوفها ايه؟ ان انا دلوقتي هختار اني لقطة تعملها رندر. اقدر اجي هنا واختار اني فيو اللي انا محتاج ان انا اعمل له الرندر بتاعه. الكرنت فيو مثلا اللي هتعمل عليه اللي هو الليفنج روم اللي هو دوت مثلا، تمام. اي لقطة من اللقطات تبدأ تختارها على اساس تعملها رندر. طيب بنيجي هنا بنلاقي كذا اختيار في رندر برودكشن، هيبدا يعمل لك الاعدادات بتاعه الرندر ويبدا يعمل الرندر بالشكل دوت. هيبدا يعمل رندر فهياخد وقت بالشكل دوت. لو اللقطه عجباك سيبه كمل رندر، لو اللقطه مش عجباك هتخليه يعمل رندر تاني وتالت، وكل ما بسيبه هو كل ما بيحسن لحد ما يجيب لك لقطه شكلها مقبول او واو بالنسبه لك، تمام. طيب هو كان لسه يعني كان هيطلع لقطة احسن من كده. ممكن بعد كده نقول له انتراكتف في تعامل معاه مع اللقطة، تمام. الاولانية هي حاجة ثابتة. طيب في بعد كده اكسبورت في ري سكين، يعني اللقطة نفسها تعملها اكسبورت. في هنا تعملها على الكلاود، تمام، يعني هترفعها على النت وتعملها رندر لو الجهاز بتاعك امكانياته بطيئه او انت عايز تستخدم الجهاز في حاجه افضل. الانتراكتيف دوت طول الوقت يعني وانا شغال بيتعمل رندر، بس دي محتاجه جهاز تقيل. يعني مثلا انا شغال وبرسم حيطه، كل ما ارسم حيطه تعمل لها رندر. انا شغال وبعمل تعديلات، كل ما اعمل تعديل يتعمل لها الرندر في ساعتها. مش عارف بالعربي تبقى اسمها اظهار او تصوير او يعني ما اعرفش افضل ترجمه ايه لكلمه رندر، تمام. انت عايز بقى الفريم ده تشوفه ولا لا، تمام. هنا هتلاقي اعدادات خاصه بالرندر بروجكت جالري. طيب هنا بقى الجوده اللي انت عايزها، ممكن تكون انت لسه في اول المشروع ومش عايز توقف اللقطه مثلا لمده ساعه ساعتين لحد ما يعمل رندر، فتروح مختار ايه حاجه سريعه، تقول له مثلا انا عايزها درافت، وبعد كده لقيتها افضل تقول له لو ميديوم هاي فيري هاي. فيري هاي طبعا هنجيب لك صوره واو قشطه، بس الفكره كلها ان هياخد وقت، تمام. فتخيل ان انت لسه اصلا بتفكر ولسه بتحط الفكره وتقول له فيري هاي ويقول لك السنين 19 ساعه، مش يعني صعبه، تمام. الريزوليوشن اللي انت هتشتغل عليه، تمام، الابعاد بتاعتك، تمام. ممكن تقول مثلا 5:4، 1:1، يعني النسبة اللي فيهم. ممكن تشغل الكراب فيو اللي هو دوت، بحيث ان انت تحدد جزء معين تعمل له رندر بدل ما يعمل لي الفيو كله، تمام. فتقدر تيجي هنا تعلم على الحدود ديت وتبدا تقول له لا ده انا عايز بس ايه البيت دوت. ممكن يكون البيت ده شركه مع واحد صاحبك، فتقول له انا عايز اعمل رندر للجزء بتاعي انا مش الجزء بتاع صاحبي، تمام. بعد كده الاضاءه الليليه لو انت عايزها اون ولا اوف، تمام. ده بفرض ان انت بقى ايه غيرت الاعدادات بحيث انها تبقى موجوده بالليل. تقول له مثلا انا عايز الساعة كام، اعتقد فلو في نارة ليلية هتبدأ تظهر معاك، وبالذات لما تعمل الشغل الفري. الاسيد براوزر الحاجات الخاصة بقى بالماتيريال، تقدر تقول له مثلا الحاجة دي هتشتغل بأني ماتيريال، كل الماتيريالات اللي موجودة هيت. المكتبة قوية لحد كبير. اكسبوزر تبدا بقى تعمل تفتح الصوره تغمق الصوره، بس انا صراحة ما بعتمدش عليها، انا بعتمد على الاعدادات اللي موجوده في الرندر الاساسيه. الاعدادات بتاعت سيتنج كل واحده من دول هناخدها بالتفصيل في اللي جاي ان شاء الله. دي الاعدادات بتاعت البرنامج، المسار بتاعت الملفات فين، عايز تقول مثلا هات بيئه معينه تعمل الرندر وراها وكده، ممكن تقول له مثلا عايز سحب معينة، عايز ألوان معينة وهكذا. وفي الآخر الهلب هيبدأ بقى يديك زي دروس تستفاد منها.